بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الأمهات أهلا وسهلا بكم. اليوم بحول الله اخترت لأخواتي بعض النماذج الحقيقة من اخترتها من المواقع هي نماذج للسنة الماضية واللي قبلها في التربية العلمية، فقط في التربية العلمية المدنية والإسلامية عادة تكون الامتحانات سهلة جدا، يعني عبارة عن ربط صورة ويربطوها، جملة ويربطوها، مثلا فراغات كلمات بسيطة تناولوها أكيد في الخلاصات وموجودة أغلبها في الكتاب ويربطوها. إذن بالنسبة للنموذج الأول الذي اخترته لكم أخواتي، انتما تنقلوا والله تأخذوا صورة وتخليوا التلميذ يحل وحده لأنها بسيطة جدا لا تحتاج مساعدة. عندنا تمرين الأول أربط بما يناسب. هنا عندهم صور تاع الحواس الخمس وهنا جملة إنها أغذية جميلة. أنا باه نعرف باللي الأغذية جميلة، هذا اللباس ناعم، بواه نعرف اللباس، ما هي الحاسة التي استعملها في اللمس، يا له من طعم مر، إنه منظر رائع، رأيت منظر رائع، ما أطيب هذه الروائح، شممت، فقط ربما الصور تكون غير واضحة، عين، أذن، لسان، أنف، ويد، بسيطة، أعتقد أنه بسيط جدا. التمرين الثاني املأ الفراغات بالحيوان، النبات، متنوعة نظافتها، أغذيتي تأتي من ومن، قبل تناولها يجب أن أتأكد من ماذا، أغذيتي يشبه أغذيتي، هل عندي غذاء واحد أو أغذية متنوعة، مصادر الغذاء من أين تأتي، عندنا أغذية تأتي من الحيوان وأغذية تأتي من النبات، هل أكل الفاكهة مباشرة أو علي أن أغسلها، إذن مساعدة فقط. هنا التمرين الثالث أضع كلمة يجري، يقفز، يمشي أمام الصور، هذه الصورة الثانية والثالثة، هنا نكتبوها، هاي الفراغ الأول الثاني الثالث، يجري، يقفز، يمشي. هنا رايحة أجيب في هذا التمرين، سأجيب مساعدة لأبناء الصغار. إذن ماذا لدينا؟ لدينا أتنفس باستمرار. أبنائي عندما أكون نائم هل أتنفس أم لا؟ أتنفس. عندما أكون جالس هل أتنفس أم لا؟ أتنفس. عندما أكون مريض هل أتنفس أم لا؟ أتنفس. إذن نحن نتنفس باستمرار. هنا أضع ماذا أضع؟ صحيح، أتنفس باستمرار، هنا أضع الصاد. فيما بعد سأجيب، قلبي لا ينبض باستمرار. هنا نفس الشيء، أنا راقدة، قلبي يرقد معايا أم يبقى ينبض؟ عندما أكون مسترخية هكا جالسة، قلبي ينبض أم يتوقف؟ لا، القلب ينبض دائما، إذا كنت جالسة، إذا كنت أتحرك، إذا كنت أمشي، إذا كنت واقفة، نائمة، مريضة، في كل الحالات القلب ينبض. إذن هذه قلبي لا ينبض باستمرار خطأ. أتنفس من أذني؟ لا. هل أنا سمكة؟ لا، أتنفس من أنفي، إذن هذه أيضا خطأ. قلبي في الجهة اليسرى من جسمي، نعم قلبنا في الجهة اليسرى من الجسم، سرعة نبض قلبي لا تتغير، لا، عندما أكون جالسة قلبي ينبض ببطء، عندما أسير قلبي تزيد سرعته قليلا، وعندما أجري
ينبض قلبي بسرعة. إذن سرعة نبض قلبي لا تتغير، إجابة خاطئة. الحيوانات الغير أليفة تعيش معنا. هنا أبنائي لاحظوا الغير أليفة، وش هي الحيوانات اللي تعيش معنا ولا نسميها حيوانات المزرعة؟ هي الحيوانات الأليفة. الأليفة، إذن الحيوانات الغير أليفة تعيش معنا، هنا خطأ خطأ. لكن لو قالوا لكم الحيوانات أليفة تعيش معنا صحيح. النباتات مفيدة يجب الاعتناء بها، صحيح، أحسنتم. إذن هذا النموذج الأول. النموذج الثاني الأخوات أتركه لكم فقط صورة لأنه بسيط جدا. إذن أخواتي هذا هو النموذج الثاني، بسيط بسيط جدا. عندنا المصدر النباتي وحيواني والطفل يربط. عندنا التمرين الثاني، هنا أتوقف عن التنفس، أحيانا تقريبا نفس الأمور. يدخل الهواء من أنفي وفمي، قلبي ينبض، تزداد ضربات قلبي عندما أجري، أتوقف عن التنفس عندما أنام، كل الأمور اللي كنا نذكرها. الرياضة تفيد قلبي. هنا ماذا لدينا؟ أسمي الحيوانات التالية وأصنفها في الجدول. هنا فقط ملاحظة أخواتي بالنسبة للتلميذ، هنا أحيانا نقول له الغزالة حيوان متوحش، يقول لك لا، الحيوان الأسد والنمر هما المتوحش. احنا نفهمه بأنه الحيوانات المتوحشة هي التي تعيش في الغابة، لأنه هو ما تبلوش باللي الغزالة والزرافة متوحشة. إذن الحيوانات المتوحشة هي التي تعيش في الغابة، الحيوانات الأليفة هي التي تعيش في المزرعة. هكا راح يفهمها الطفل ببساطة. عنده مجموعة هنا من الحيوانات يسميها في الحيوانات الأليفة، وهنا أيضا مجموعة من الحيوانات يسميها، ها فرصة أنه يكتب. إلى هنا أخواتي نقول لكم نلتقي في فيديوهات أخرى، في أمان الله.